لقيناش عايشين يعني حطمونا دمروا لينا الحياه ديالنا ترونت لينا الحياه ما عرفناش حنا حتى غادي تنعنق في وليداتي دائما نقول لها صبحتها اليوم راه تنعنق في ولادي تنقول لها اليوم نموت غدا نموت راه تعدى علينا راه انا وياهم طلعنا الله تبارك وتعالى الصحه ديالي مشات صافي انا السلام عليكم انا تحطمت مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى كما تبعتوا معنا استاذ الهيني دخل على الخط في الملف ديال السويسريه والزوج ديالها اللي تعرضوا للتسميم بطرق فيها نقاش مواد سامه زغب الحلوف امور اخرى فيما يخص الناس اللي ما تبعوش هذا الملف. هذا الملف هي الاخت في نواحي مدينه الصويره هي والزوج ديالها تعرضوا للتسميم للخادمه وفئه اخرى اللي كان تساهمت في الفعل الجرمي تم الاعتقال ديالهم. المحكمه صدرت الحكم الاول ب 20 سنه للخادمه والاطراف المشاركه في الجرم 3 سنوات لكل واحد من هاد الافراد. حاليا معنا الضحايا اللي في الموضوع اللي هما الاخ ميلود كيخدم جارديني عند السويسريه حتى هو الوضع الصحي ديالو الله اللي علم به غادي نشوفوا معاه مجموعه من النقاط في الموضوع. ميلود كليتي انت هذاك السم كيفاش هذيك الام اعترفت لنا بانه قالت لي كليتو انتما انت بزاف كانت تحت لي الماكله فيها السم وتجلس حدايا وفاش هذا انت نسحب انا واش الخميره خبز حار خميره تجلس حدايا باش ناكل باش ما نفوت هيك الماكله قالت لي انت كليتي قالت لي اسمح لي قلت لها جدت لك انا عندي الله الدري عنده 4 شهور هيك الدري عندي 4 شهور طفيله عندها 5 سنين وقلت لها جدت لك الكفر قالت لي اودي اسمح لي عطا الله انت كليتي كاع عليهم بزاف قلت لها واش درت لك قالت لي بين نجيبو لولد خالتي اللي مشدد قالت لي بين نجيبوه في بلاصتك وانا مع الصحه ديالي سيرو وغادي وتدعى غادي وتنتنقى انا درك بقاو فيها غادي العظم ديال غادي بقاو فيها العظم غادي ولا الحمد يهرم ما عرفتش اش وقع فيا انا في ذاتي ولي كليتها تحت لي على المعده ديالي ما عرفتش حنا قلت لها اش بيتي عندنا حنا الصحه ديالي ترو ما بقاش كي كنت انا في الصحه ديالي غادي ما عرفتش انا اش واكل كاع ما عرفتش انا اش بيا الصحه ديالي وتتهبط الصحه ديالي كاع ترونت المراه عندي ترونت في 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 الصحه ديالها عندها الاعصاب ناضوا لها الاعصاب على حسابي انا علاش على مرض المراه ديالي ما بقاش الحياه ديالنا حنا ما بقاش كي كانت ترونت لينا الحياه ما عرفناش حنا حتى غادي تنعنق في وليداتي دائما نقول لها صبحتها اليوم راه تنعنق في ولادي تنقول لها اليوم نموت غدا نموت الصحه ديالي ما بقاش كي كان قلت لها الكفر بلا اش درت لي قالت لي بيت باش نجيبو لولد خالي والله تعداو علينا هاد الناس بزاف اش بغاو عندنا مشاهدينا الكرام ومسكين كيتكلم وكيبكي القمه في المعاناه هو خدام انا تنصبر المراه ديالي تنصبرها ما فيها لا اعصاب كانت متبعه شي دواء في الاول ودروك ملي كانت شويه كانت دازها الحال وسبابي انا نضل على اعصاب مثلا درها لي ولادها ما بقاش تتحكم في الاعصاب ديالها معاهم شحال عندك تاع الوليد عندي جوج واحد يلاه عنده شي 8 سنين درو 8 شهور الله يحفظهم لك اخويا ميلود وطفيله عندها طالعه في السات مازال يلاه حتى تقرا في الروض الله يحفظهم لك اخويا ميلود مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا حماد حتى هو اللي كيخدم في البني مع السويسري والزوج ديالها كيفاش الوضع الصحي ديالك دابا شويه والرجال في الصحه ديالنا مشات اودي اخويا يوسف الصحه ديالنا حنا كنت كتشوف الصحه ديالي دوك ما تليش كنقد نخدم ما تلي تنقد والو ثاني حتى وليداتي مرض ليا دابا انا راه هذا ما كاينش لي بي انا قد ولادي انا راه ما الصحه ديالي انا راه نطين لي طيح حق واحد السوبيرات اللحم عطاتها لي ديتها لولادي وكلتني انا وكلت لي حتى وليداتي دابا ضعت لا انا لا ولاد لا والو بحال ما تخلي انا والو من الدنيا باغي تحيني تنحيو لي اللي يسم من الدنيا راه تعدى علينا راه انا وياهم طلع عند الله تبارك وتعالى الصحه ديالي مشات صافي انا السلام عليكم انا تحطمت انا الدعوه ديالتي انا وياهم طلع عند الله تبارك وتعالى لا هذيك المراه عطاتني السم ولا دوك اللي عطاوها السم باش تعطيه لينا حنا ولا داك اللي عطيه علينا حتى الفلوس انا الدعوه ديالتي واش اللي ما عنده الفلوس بيقتل بوبري خدامها بكتافي بعر كتافي ما كنسرق ما كنطلب ما كنجي عندهم نطلبهم ما خدام بعر كتافي دعيتهم الله الدعوه ديالتي انا وياهم طلع نصيدي ربي هذه هي اخر كلمه الدعوه ديالتي انا وياهم عند الله تبارك وتعالى الله يفرجها لك مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا المعنيه في الموضوع هي الاولى والزوج ديالها التحاق الاستاذ الهيني بالملف كيفاش شفتوا الامور
الحمد لله على كل حال. انا جو سوي تري تري كونتونت كو كوم سي الهيني لا بري لافير او ما جو او فات جو سوي تيلمون بيرتوربي كو جو سوي تيلمون كونتونت او ميم طون كو لافير اي تي بريز او ما بار ميتر الهيني سي تو سكي مو ريست فوالا جي ترو ادير جي بزاف الحوايج ما نقول بزاف الحوايج على لا سونتي على الحاله العائليه كي ولات على الحاله اللي ولينا عايشين في الدار على ما بقيناش عايشين يعني حطمونا دمروا لينا الحياه ديالنا ودمروا لينا النفسيه كومبليتوم دمروا لينا النفسيه ديالنا مي الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال اللي كنا حنا ما سبب هاد العصابه حتى تكتشفوا هذه كنامن بها الحمد لله على كل حال اختي الله يفرج عليك مشاهدينا الكرام غنشوف الزوج مصطفى كلشي كيتكلم كلشي كيبكي شنو هو الهدف باش نسمموا الناس هو القمه في الغرابه في هذا السؤال هذا واخا هو السؤال غريب هو السؤال في حد ذاته غريب نسموا الناس علاش على ود الكرسي ديال الانتخابات اللي حنا اصلا اللي في التسجيل ديال الانتخابات ما مسجلين فيه تعداو على السيد ها هو نهار الاول فاش جا عندنا هذا السيد ماشي هو اللي كتشوفوه دابا كيفاش بقى لا السيد كذلك عايشين في الرعب اليوم ولا غدا يقدر يموت فينا واحد يضيع هادشي اللي غادي بغينا حنا حقنا والحمد لله ان استاذ الهيني اللي نابع لينا في هذا الملف وكنشكروه بزاف المؤازره ديالو وكنشكروا حتى انت الاخ يوسف واحد المعلومات اخرى انه كان عندكم واحد الاوديو تذكر فيه شي شخص مع ديك الخادمه وحاليا تعتقل حتى هو تكلم لي على هاد الامور الجديده شي واحد اللي حتى هو كان مساهم في التصميم ليكم هي لقينا واحد السجل كتهضر مع هاد الخادمه اللي محكومه ب 20 سنه كتهضر مع واحد السيد حتى هو داخل مع هاد العصابه وكيداولو هويا في المكالمه الهاتفيه على الموت ديالنا واش متنا ولا ما متناش حيت هي كتقول لي انا راه غادي نعترف بكل شيء غادي نقول لهم كل شيء كاملين غادي نمشوا للحبس هي كتجمع مجموعه لان كاملين حنا غنمشوا للحبس وكيقول لها هو واش مشيتوا عند هذاك العشاب كاين معتقل دابا كيقول لها واش مشيتوا حيت هذاك النهار كانوا بيديروا لنا الفينال يعني دقه بطله كما كنقولوا كنا غنموتوا هذاك النهار وبالفعل راه كاين في التحقيق دابا وكان نتمناو هاد العصابه تكتشف كلها باش ما يبقاوش بحال هاد الجرائم باش ما يتعداوش على الناس انا ما كون عير هاد الشيء داروا لينا انا والزوجه ديالي المهم غادي المهم ماشي مشكل الله يفرج عليك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مستجدات جديده في الموضوع هاد الناس كيخدموا مع السويسريه والزوج ديالها حتى هما ضحايا التسميم بهذه الطريقه الوضع الصحي ديالهم الله اللي عين بهم استاذ الهيني دخل على الخط والقضاء في الاخير هو صاحب القرار مشاهدينا الكرام نحن نتتبع لحيثيات هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد اللي فيه مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.